بإذن الله تعالى هيبدأ في آخر شابتر خالص في المنهج، وهو برضو يعني سهل وكعادة بقية الشباتر معتمد على شابتر 2، وده بيتكلم عن البريك ايفن اناليسيس أو تحليل التعادل. يعني ايه بالظبط التعادل؟ في أي حاجة يعني متغيرين مختلفين بيتساووا مع بعض. وفي حالة الاقتصاد عندي احتمال باتنين. أول احتمال يا إما إن العائد بتاع مشروع معين يساوي التكلفة بتاعته عند نقطة معينة. يعني أنا مثلا لو كلفت في مجموعة تيشرتات 10,000 جنيه، قلت مثلا أنا هبيع تيشرت ب100 جنيه، فساعتها نقطة التعادل هتتحقق لما أبيع 100 تيشرت، فساعتها العائد بتاعي هيساوي لي 10,000 والتكلفة أصلية 10,000. فساعتها بقى بعد النقطة دي عندي حاجة من اتنين، يا إما مثلا نوقف المشروع كله فساعتها الحمد لله ما كنتش خسرت ولا مليم، يا إما إن أنا أستمر فيه وساعتها هلاقي إن العائد ده هيتولد لي من وراه ربح فعلا. تمام. والطريق التاني إن مثلا لو أنا عندي مصنع، والمصنع ده عندي احتمال من اتنين. أول حاجة إن أشتري مثلا حتة معينة أو قطعة معينة بستخدمها في التصنيع، أو إني مثلا اشتري المكن اللي بيصنعها عندي، فساعتها نقطة التعادل هي النقطة اللي عندها التكلفة بتاعة الشراء بتاعة الحاجة دي من بره بتساوي التكلفة اللي أنا بكلفها وأنا صنعتها عندي. فساعتها بقى فوق الكمية دي بقوم قايل ساعتها أنهي احتمال فعلا من دول اللي هيبقى أحسن. يعني باختصار احنا نتكلم عن التعادل، والتعادل ده هيكون يا إما مقارنة، يا إما ساعتها مقارنة ما بين تكلفتين، أنهي إمتى التكلفتين دول هيبقوا متساويين مع بعض، أو إمتى العائد هيساوي الربح في مشروع معين. نبدأ بقى بالأساس، واللي هو لما العائد بيساوي التكلفة بتاعة مشروع معين. ببساطة عايزين بس نعرف مجموعة حاجات بسيطة، إن في حاجة اسمها التكلفة الكلية. التكلفة الكلية دي بتكون مكونة من نوعين من التكلفة. أول نوع fixed cost اللي هي التكلفة الثابتة، ودي مثلا بتاعة المصنع اللي هي مثلا الأدوات اللي أنا اشتريتها أو أرض المصنع ذات نفسها والكلام ده. وتاني حاجة التكلفة المتغيرة اللي هي ال variable cost، ودي بتكون معتمدة مثلا على العمالة وعلى الصيانة السنوية، ولنفترض دي مثلا، ودي بتتغير بتغير الكمية بتاعة المنتج اللي أنا عايزه. يعني مثلا لو أنا كلمت عامل وقلت له مثلا أنا عايزك تعمل لي منتج معين، فساعتها مثلا هو هيقعد له في المصنع 8 ساعات، الساعة بتقف عليه مثلا بكام، ب 10 مثلا دولار. فساعتها والساعة دول مثلا الساعة دي بينتج فيها مثلا قطعتين، فساعتها القطعة وقفالي ب5 دولار، القطعتين ب10 دولار، فبالتالي ده التمن الايه المتغير. ده بيعتمد على العمالة وبيعتمد برضو على الخامة ذات نفسها. يعني لو قلت مثلا ان المنتج الواحد ده بيكلف مثلا فوق العمالة دي 2 جنيه، 2 مثلا دولار خامة، يبقى ساعتها مجموع ال variable cost بتاعي بيساوي للمنتج الواحد 7 دولار. تمام. طيب لو عندي عدد كيو من المنتجات، فساعتها ممكن اقول ان ال variable cost ده بيساوي V، بحيث ان V هو الثمن الكلي بتاع العنصر الواحد او المنتج الواحد، والكي هو العدد الكلي للعناصر. فساعتها ممكن اقول له ان مكان ده احط له ال V small في ال Q. تمام. طيب بقى الربح، او بلاش الربح يعني العائد اللي هي الفلوس اللي انا باخدها لما ابيع المنتج ده اللي هو الريفينيو. طبعا ده بيساوي الريفينيو بتاع المنتج الواحد في عدد المنتجات دي. البريك ايفن او نقطة التعادل اللي بتحصل لما العائد بيساوي السعر الكلي او التكلفة الكلية. يعني ده معناه
لما ال R بتساوي ال T C، يعني ساعتها لما ال R Q بتساوي ال F C plus ال V Q، أنا ساعتها أقول له إن ال R Q هتساوي لي ال F C plus ال V Q بالشكل ده. طبعا ممكن يجي واحد، طبعا ال V small دي مش V كابيتال زي دي يعني، قصدي بيها اللي هو التكلفة المتغيرة بتاعة العنصر الواحد أو المنتج الواحد. لو جالك واحد قالك مثلا ودي دي الناحية التانية بالسالب واخد الكيو يعمل مشترك، فساعتها هيطلع لي بالمعادلة دي اللي هي الكمية اللي المفروض الشخص المعين ده يبيعها علشان يوصل لنقطة البريك ايفن. يعني ده معناه لو انا عندي كل الجيفن ده، يعني انا عندي مثلا السعر الثابت للانتاج وعندي السعر المتغير للعنصر الواحد كتكلفة وعندي الريفينيو او العائد او سعر البيع بتاع العنصر الواحد، ممكن من كل دول اجيب ساعتها كمية المنتجات اللي ابيعها علشان ساعتها اوصل نقطة البريك ايفن اللي ساعتها العائد بيساوي التكلفة او اللي عندها الربح بيساوي صفر. القانون ده انا بستنتجه سهل جدا، وزي ما قلنا ممكن يديني حاجة كده زي قوانين مساعدة في الفورمولا شيت تبع بريك ايفن اناليسس. يعني هنا لما جاب لي الجزئية بتاعت البريك ايفن قال لي ان السعر الكلي اللي هو تي سي بيساوي السعر الثابت اللي هو الاف سي زائد الفي سي اللي هو السعر المتغير، والفي سي ده اصلا عارف ان هو اوريدي بيساوي في سمول في الكيو، والفي سمول دي هي التكلفه المتغيره بتاعه العنصر او المنتج الواحد، والبروفيت او الربح بيساوي العائد الكلي التي ار ناقص العائد ناقص التكلفه الكليه. وزي ما قلنا البروفيت ده هو الربح، وبالتالي بريك ايفن ده بيحصل لما الربح بيساوي صفر، يعني الرايح قد اللي جاي، يعني العائد قد التكلفة. تمام. يعني القانون ده بستنتجه محفظوش، علشان لو حفظته يعني هو هيتعبني وممكن اتلخبط ساعتها احط له مثلا في مكان ار وحاجات زي كده. وعامة حتى لو انت حطيت له مكان ار ساعتها يطلع لك رقم بالسالب، وانت عارف طبعا ان اي كمية لازم تكون بالموجب. تمام. المسألة دي بقى بيقول لك ببساطة ان في شركة عربيات بتعمل لك 18 عربية نقل في الشهر، 30 عربية نقل في الشهر معلش، وقال لك ساعتها ان السوق بيسمح ببيع 25 عربية في الشهر بس. قال لك بقى انا مديك اهو كل حاجة اف سي والفي سمول والار، قال لك احسب لي الكيو بي اي او الكمية اللي عندها بيحصل بريك ايفن. تمام. فساعتها معوض له في المعادلة تعويض مباشر، هيطلع له ساعتها ان الكمية دي بتاعت بريك ايفن، يعني ده معناه ان عند الكمية دي العائد بيكون قد التكلفة. اي حاجة بقى ساعتها اي كيو فوق الرقم ده ساعتها بيقوم مزود لي ربح، بيديني بروفيت اللي هو ساعتها فلوس تدخل في جيبي فعلا، فلوس ربح. تمام. قالك بقى كيو لما بيساوي 25 احسب لي بقى الربح الشهري. طبعا احنا هنا بنتعامل كله مع الشهر، يعني ساعتها فبالتالي اي حاجه طلعت في الشهر، يعني مثلا هنا بيقول لك انا بنتج 30 عربيه في الشهر، ببيع 25 في الشهر، حتى الاف سي في الشهر والكيو برضو في الشهر. فبالتالي لما يقول لك انت تحسب لي العائد الشهري، تقوم عادي جدا معوض تعويض مباشر برضو ان البروفيت بيتساوي العائد الكلي ناقص التي سي. العائد الكلي بيساوي ال R small في ال Q، زي ما قلنا بقى ان T C كلها بتساوي ال F C not plus ال V Q، لكن طبعا السالب هيخلي الاتنين مع بعض سالب، ومعاه تعويض مباشر بال 25 هيطلع ساعتها ده الربح. قال لي بقى انا عايز الربح السنوي، يبقى ساعتها اضرب الرقم ده في 12 عشان عارف ان السنة بيكون فيها 12 شهر. طيب هنا بقى قال لي لو الماركت كونديشنز بقت كويسة جدا، اللي هو يعني ايه؟ يعني ساعتها بقت حالته بقى بريمو ماكسيمم، يعني ده معناه بقى يسمح ببيع كل العربيات اللي موجودة في المصنع، يعني بقى يسمح ببيع ال30 كلهم. يعني لما يقول لك الماكسيمم بروفيت لما ساعتها الماركت يبقى زي الفل، كأنه بيقول لك ساعتها افرض لي يا عم الحاج ان خلاص بقى يبيع كل اللي عنده، فلما يبيع كل اللي عنده يبيع ال30، بقعد بقى مكان الكيوب 30 هيطلع لي برضو الرقم ده. تمام.
لو انا بقى وقفت له حد هنا هنقص، عشان لازم اعمله كده جراف محترم يبين لي ساعتها الكلام ده. والجراف ده مش شرط يكون يعني اللي هو تو سكيل، الجراف ده بيكون ببساطة ما بين الفلوس وما بين الانتاج. بقى النوعية التانية من مسائل التشابتر ده، ودي ببساطة بتبقى عاملة لينك مع مسائل تشابتر 3. انت في تشابتر 3 كان ساعتها لما بيجيب لك احتمالين وتدرسهم وتعرف انهي احتمال ساعتها الاحسن، كنت انت ببساطة بتقول له في كذا طريقة. اول طريقة، طريقة present value، وزي ما الطريقة دي كانت يعني رخمة عشان كانت بتعتمد على طريقة ال LCM ال lifetime والكلام ده، لكن كان في طريقة تانية احسن بكتير، لكن هي طريقة ال annual worth اللي هي طريقة القيمة السنوية. انك انت ساعتها بتقوم قايل له بجمع كل الحاجات اللي في الكاش فلو عند البي واقسمها بقى اليونيفورم سيريز جديدة على مدار اللايف تايم اللي هو مديهولي، فساعتها بعرف التكلفة او القيمة السنوية. وزي ما قلنا بقى اقلهم سلبا واكثرهم ايجابا اللي هو القانون العام المنوفي الاول، اقل حاجة في السلب لاقل حاجة يعني في الكوست هي بتكون ساعتها احسن اختيار ليك، واكتر حاجة ساعتها في الايجاب او في الربح بتكون هي احسن برضو اختيار ليك. تمام. احنا بقى في المسألة دي او في المسائل النوعية دي هنعمل نفس الكلام، ولكن بقى مع مكساية في ايه، في الجزئية بتاعت break even analysis، عشان نعرف الكمية اللي عندها الاحتمالين بقى بيساووا بعض. انت في تشابتر 3 كنت بتكتفي انك انت تقول الاحتمال الاول احسن بالتاني او اكبر منه واصغر منه، هنا بقى هتقول الكيو اللي تخلي الاحتمالين دول متساويين، تحصل يعني نقطة البريك ايفن. تمام. هنا قالك دلوقتي ان في شركة، الشركة دي بتدرس احتمالين، احتمال ان هي تشتري جهاز اوتوماتيك او جهاز مانيوال. الجهاز الاوتوماتيك ده قال لك ان الـ initial cost بتاعه او التكلفة المبدئية بتاعته بتساوي 23,000 دولار، يعني انت اول ما تشتريه بتشتريه بالتمن ده. تمام. وقال لك بعد 10 سنين، او بعد 10 سنين بقى الـ salvage value او قيمته بعد الاستهلاك هتساوي 4,000 دولار. وزي ما قلنا اي salvage value لو مديها لك بالموجب يعني انت بتبيعها وبتاخد التمن ده، لو مديها لك بالسالب كأنك بتجيب فعالية يرموها وبتكلفهم اصلا فلوس، فبالتالي بتديهم فلوس فوقيها يعني ما بتكسبش حاجه خالص، فبالتالي لو اديك السافج فاليو بالسالب ما تستغربش. ده المعنى يعني بتاعها، ان هي هتكلفك كخرده في نقلها اكتر من العائد اللي هتاخده منها كبيع. تمام. قال لك بقى ان والله في شخص هيشغل المكنه دي، تمام، بحيث هياخد في الساعه 12 دولار. تمام. وفي الساعة دي هينتج 8 وحدات، يعني كده بالعقل كأنه بيقول لك إنك هتتكلف دولار ونص في إنتاج الوحدة الواحدة. وده كونسبت مهم جدا وبيحب يركز عليه، إن هو ما يجيبلكش التكلفة بتاعة الوحدة الواحدة كده على طول، ولكن يجيبها لك كده اللي هو إيه، زي التعبان متلولوة في نفسها كده. فساعتها بتشوف العامل بياخد كام في مدة زمنية، وفي المدة الزمنية دي بيعمل لي كام وحدة، وتقسم ساعتها بقى الفلوس على عدد الوحدات عشان تطلع ساعتها بالتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة اللي هي ساعتها تطلع لك 1.5. تمام. طبعا بقى زي ما قلنا في ماتيريال ومش عارف بقى في صيانة والاي او سي والكلام ده، فكله بيتكلف سنويا 3,500 دولار. اول حاجه طبعا زي ما قلنا انت بترسم لها كاش فلو دايجرام. الكاش فلو طبعا دايجرام ده بتاع الشكل الاولاني، زي ما قلنا اول حاجه 23,000 جنيه تحت، وبعد كده كل فتره او كل سنه بتدفع ساعتها بقى الاي او سي اللي بتساوي 3,500 جنيه. تمام. ده غير بقى كده انك انت في الاخر خالص هتقوم بيعها ب 4,000. انت بقى ساعتها هتقوم قايل له انا دوري ان الكلام ده كله ممكن بتساويه، ان هو شاك براكب الاف سي او التكلفة الثابتة بتاعة المصنع. يعني ده معناه احنا قلنا ان اي حاجة في بريك ايفن او اي كوست بيكون يا اما فيكس اللي هو ثابت يا اما متغير. المتغير ده تبع العمالة اللي هو بيساوي الرقم ده، الثابت بقى هو
اللي بيساوي تجميعة الكلام ده. يعني انت كنت في المسائل اللي في اول الفيديو خالص كان بيجيب لك الاف سي السنوية جاهزة، هنا بقى يقول لك لا ده انت تجيبها لي ساعتها بقى بالخطوات دي. تمام. فساعتها تقوم عامل له كاش فلو دايجرام بكل الحاجات دي، وتقوم ساعتها قايل له ان هتطلع لي في الاخر الاف سي كلها بتساوي الرقم ده. طبعا هو انا قالك بقى ايه انت عايز تجيبه على السنة، فساعتها بقى تقوم جايب له بقى الايه الانيوال كوست في السنة كلها، بتجمع كله عند البي، وبعد كده بتقوم قسمه كله على اللايف تايم بتاعه ابو 10 سنين، بتجمع كله سالب 23 ناقص تجميعة ال 3500 دول كسيريز بلس، عشان طبعا ده في العكس، ال 4000 لما ترجعها للبريزنت هيطلع لك ساعتها الرقم ده البي. تقسمه بقى ل 10 سنين، عشان زي ما قلنا احنا هدفنا من الكلام ده كله انك انت تجيب التكلفه شكل مركب بالصلاه على النبي في السنه الواحده، اللي هو هتبقى تساوي لك الاف سي في السنه الواحده. تمام. فساعتها طلع معاك بالرقم ده، يبقى ساعتها بقى التكلفه الكليه هتساوي الرقم ده ناقص عدد الوحدات اللي بتنتج في السنه في الواحد ونص، ده التكلفه بتاعت الوحده. وزي ما قلنا السالب ده بيكون سالب اشاره، يعني ده معناه ممكن يجي لك واحد يشيل لك السالب ده كله ويقول لك ساعتها ان هي بتساوي الاف سي كله زائد الفي سي كله، ولكن انا حاطط لك السالب عشان احافظ لك يعني على التناغم ما بين المساله كلها، يعني السالب عشان بخسر فساعتها اقول لك مثلا ان التوتال كوست بيساوي سالب كذا، يعني الاشاره دي مش مشكله، ممكن تشيل ساعتها السالب ساعتها ده زائد ده. تمام. هعمل بقى نفس الخطوات مع القلم مانيوال بقى. ساعتها قال لي القلم مانيوال تكلفتها بتساوي 8000 دولار، وبعد 5 سنين السالفج فالي بتساوي صفر. يعني ده معناه كأنك لما بتجيب الناس عشان يشلوها بره بتتكلف نفس سعرها بالظبط لما تبيع خردة، مثلا هتبيع خردة 400 جنيه وهتتكلف 40 جنيه مثلا في شيلها ايا كان، يعني طبعا ده بعد 5 سنين اللي هو عمرها. الآلة دي بقى محتاجة كام عامل عشان تشتغل؟ 3 عمال، وكل عامل بيحتاج 8 دولار في الساعة، يعني العمال بيحتاجوا شاكب راكب 24 دولار في الساعة، وفي الساعة دي بتديني 6 وحدات، يعني 24 على 6، يعني كأنه بقول له الوحدة بتكلف لي 4 دولار، يبقى هي ساعتها بقى ال variable cost بتاعي بيساوي 4 دولار. يعني ساعتها أو مركن ده على جنب ابوسه وركنه جنب الحيط كده شويه، بشوف بقى ساعتها التكلفه الكليه. التكلفه الكليه قاعده ثابته بجيبها من الكاش فلو دايجرام. تمام. فساعتها بقوم رسم له الكاش فلو دايجرام برده بنفس النسق، وبرده ساعتها بقوم مجمع كله هنا، وساعتها بقوم برده اللي هو ايه حاجه زي فرده على مدار بقى ال 5 سنين دول هيطلع لي برده برقم. تمام. هنا ساعتها تلاقي معادله ثانيه. البريك ايفن بقى بيحصل امتى؟ لما التو كوستس دول او التكلفتين دول بيساووا بعض، يعني ساعتها بساوي المعادله دي بالمعادله دي، فساعتها يطلع لي الكيو بيساوي رقم معين. يعني ده معناه ساعتها بقى ان لما بنتج العدد ده التكلفه بتاعت اللي فوق بتساوي تكلفه اللي تحت، بس طبعا بقى لازم او مرسم له بلوت اللي هو رسم له كده حاجه زي جراف، والجراف ده مهم جدا ليه؟ عشان ساعتها اخلي بالي واعرف ان لو انتجت فوق ال 1353 يونت دول انهي واحد هيكلفني اقل. تمام. فساعتها بقوم راسم بقى جراف لكل واحد من دول. طبعا بقى لما ارسم جراف يعني ارسمه كروكي، وطب انا دلوقتي عايز اعرف انهي واحد من دول هيكلف اكتر عشان ارسمه على الجراف. ببساطة عوض باي رقم اكبر من 1353 دول، عوض ب 2000 يا سيدي في المعادلة دي والمعادلة دي. طبعا زي ما قلنا انت بتشيل السالب عشان تريح دماغك في الاخر، اللي اكبر تي سي هو ساعتها اللي تحطه فوق التاني، عشان زي ما احنا عارفين ان اي ستريت لاين بيحتاج نقطتين لتمثيله، اول نقطة اصلا بيكون جايبها لك اللي هي ساعتها السعر المثبت لما ساعتها كيو بتساوي صفر، كيو بتساوي صفر ساعتها هنا هيكون ايه اول نقطة في كل واحد هي السعر المثبت. تاني نقطة بقى ببساطة اقول له ان التي سي بتاعت الاختيار ام اللي هو مانيوال هاتها له بالمعادلة، هطلع لك مثلا هنا والتي سي مثلا بتاعت الايه هنا واصلة بين الاتنين. نرجع بقى للقانون العام اللي عملوه في الأول، اللي يكلفك أقل حاجة
هو اللي معاك، واللي يكسبك اكتر حاجة هو اللي معاك. هنا بنتكلم عن تكلفة، فبالتالي اللي هيكلفك اقل هو مين؟ لو رسمت جراف والكلام ده طلع لي اختيار ايه، فبالتالي هو ده اللي معايا. فساعتها اقول له ان لما بنتج فوق العدد فوق البريك ايفن اللي بيوفر عليا ان اجيب الاله الاوتوماتيك. يعني ده معناه باختصار ان ساعات اروح لصاحب المعمل اقول له صاحب المصنع اقول له انت بتنتج كام في السنه؟ هيقول لي مثلا بنتج 600 يونت. فساعتها بقول له لا كده فاكس كده فعلا ان المانيوال احسن لك. لكن لو هنتج ساعتها 3000 لا كده فعلا فوق البريك ايفن فوق التعادل، فساعتها الاوتوماتيك مع انها تبان ان هي مكلفة اكتر الا انها برضو احسن لك على المدى البعيد. تمام. برضو عشان فكرة توضح، دي مسألة تانية ودي اخر مسألة عامة، وزي ما قلنا ان دي محتاجة معرفة حلوة بتشابتر 3 و 2، فانت لو ملقلق فيهم ارجع لهم تاني في البلاي ليست واتفرج عليهم، بعد كده اتفرج على البريك ايفن اناليسيس تاني، هو اصلا مش هيطير منك، هيكون برضو ان شاء الله موجود برضو في نفس البلاي ليست ومفيش عفريت يعني هيلهفوا منك. المهم قالك بقى ساعتها ان في كده نوع من المسامير كده بيصنع من الستيل او من الحديد اللي بكربون ده اللي احنا كنا خدناه في انتاج اعدادي. فالمهم قالك ده بيستخدم في صناعة عربيات، قالك ده بيتشري المفروض ب$6 للوحدة. يعني ده انا عشان اشتري المسمار ده بتكلف $6 للوحدة الواحدة منه. تمام. في بقى مصنع عربيات قال لك طب انا ممكن اعمل حاجة زي اكتفاء ذاتي، اني اجيب المكن اللي اصلا بيصنع الموضوع ده. تمام، بحيث ان انا اصنع ساعتها المسامير دي بنفسي بدل ايه ما اخدها من بره. فلك ساعتها ان انا محتاج مكانتين مع بعض علشان اقدر اعمل المسامير دي. اول مكنة بتتكلف $18,000، اللايف تايم بتاعها 6 سنين، السالفج فاليو $2,000، ماشين بيه او المكنة بيه بتتكلف $12,000، اللايف تايم بتاعها ب4 سنين، السالفج فاليو بسالب 500، اللي هو حتى قالك ان الكاري اواي كوست اللي هو تكلفة الشحن وانك انت ترميها اصلا بقى في اي حتة تانية، يعني بالسالب ان كده بتتكلف اكتر اصلا عشان تشيلها وتزحها بره المصنع. تمام. وقالك بقى فوق كل ده ان ماشين ايه محتاجة حاجة زي صيانة عامة كده كل تلات بعد 3 سنين بتتكلف الرقم ده $3000، ولكن ان ماشين ايه برضو ال AOC بتاعتها بتتكلف $6000، وماشين بي بتتكلف $5000. تمام. وزود بقى على دول بقى اللي هم ايه العمال بقى ذات نفسهم، قال لك ان في 4 عمال محتاجين ان هم يشغلوا الساعات، ان هم يشغلوا المكن ده. وقال لك ساعتها ان العمال دول الهري ده بقى كله. قبل ما اكمل المسألة لحد اخر واتعقد، اول حاجة بقول له انا هدرس كل احتمال لوحده. اول احتمال ان انا هشتري الالات دي، فدلوقتي عشان اشتري هشتري قصدي المسامير دي، عشان اشتري المسامير دي ساعتها هلاقي ان التوتال كوست بتاعي بيساوي ال 0.6 غالبا ده في الكيو، بس اتعشت كده. تاني بقى احتمال ساعتها انا بقوم قايل له التوتال كوست بتاعه بيساوي الفيكست كوست زائد الفاريبل كوست. الفيكست كوست ده برسمه ساعتها كاش فلو دايجرام لوحده وبجيبه لوحده، والفاريبل ده هو ببساطة العمالة، بشوف العمالة بيكلفوا كام. فساعتها بقى ممكن اجيب العمالة كده لوحدهم اللي هو الفي، فساعتها العمالة دول بيكلفوا كام؟ 4 عمال، ال4 عمال دول بيشغلوا المكانتين وكل واحد منهم بياخد $12.50 في الساعة. فساعتها أربعة يعني التكلفة الكلية 12.5 في 4 ب60، وقال لك إن هما بينتجوا لي في الـ8 ساعات 1000 وحدة، يعني في الساعة بينتجوا لي 1000 على 8 هيطلع لي برقم. وزي ما قلنا الساعة دي واقفة بكام؟ واقفة ب60. فساعتها من غير حتى يعني محفظ اقول له ساعتها ان 4 في 12.5 في 8 على ال1000 بتساوي لي الفاريبل كوست بتاع الكلام ده كله، اللي هو ايه دلوقتي العمال بيكلفوا $60 في الساعة، في ال8 ساعات هيكلفوا لي رقم ده في 8،
وبيعملوا في الساعات دي كلها 1000 وحدة، أو مقسم على 1000 عشان أجيب سعر بواحدة واحدة. يبقى كده ساعات جبت الفي خلاص، فاضل بقى إني أجيب الفيكست كوست اللي هو اف سي، وده بالإيه بالكاش فلو دايجرام. بوقع بقى المعلومات على الكاش فلو دايجرام هيطلع ساعتها بالشكل ده. فالمهم وخلي بالي بقى ان هنا في تو ماشينز، فهنا بقى عشان ممكن يجي لك واحد يقول لك على كاش فلو واحد قسم ماشين A وB مع بعض، صح مفيش اي حاجة، بس للاسف الشديد هتلعبك نفسك عشان كل واحد ليه لايف تايم مختلف. فانت ساعتها ممكن تقول له انا هعمل حاجة ذكية، انا هجيب الكاش فلو بتاع الماشين الاولى لوحده واجيب له الاي بتاعته عشان راكب في السنة الواحدة، والماشين بي اقسم لها كاش فلو لوحده واجيب لها برضو الايه شاكب راكب في السنه لوحدها، واجمع الاثنين على بعض هتلاقي ساعتها التوتال ايه في السنه الواحده. ده اقتراح احسن بكتير وما بيكترش المعلومات في الرسمه. عايز بقى تحل كله في كاش فلو واحد يعني ماشي، بس ساعتها بقى يعني ربنا معاك ونسبه كبيره هتغلط. فانت ساعتها هات بقى الايه بتاع اول ماشين والايه بتاع تاني ماشين واجمعهم مع بعض عشان تطلع ساعتها بالتوتال كوست. وزي ما قلنا بقى انت كده بتجمع ازاي، بتجمع كله في نقطه واحده وبعد كده تقوم قسمه على سيريز. بتقسمه بقى على سيريز زي ما قلنا بقى ازاي، انك انت بتعوض في المعادلة المباشرة اللي موجودة في الفورمولا شيت اللي هنا دي بالظبط. يعني ساعتها انت لما بتعوض تعويض مباشر، انت دلوقتي عندك البي وعايز تجيب الاي، والاي بيكون مديها لك المفروض، وخلي بالك برضو لما يديني الاي والكلام ده، فبالتالي اللي عنده اي جزء عنده اي مشكلة في الجزئية دي يستحسن يفتح تشابتر 3 و 2. تمام. طيب فساعتها بقى انت حسب الكلام ده كله وجمعتهم بالاسلوب اللي احنا قلناه، فطلع ساعتها ال A بكذا هنا A B و A A بجمعهم مع بعض، فساعتها يطلع لي المجموع الكلي. تمام. فساعتها بقى المجموع الكلي طلع لي بالمعادلة دي. اسوي بقى المعادلة الأولانية بتاعت ال 0.6 Q، وساعتها هيطلع لي كيو بيساوي كذا. وزي ما قلنا اهم حاجه ساعتها برسم كاش فلو دايجرام بعدها، قصدي برسم ساعتها معلش جراف او بلوت. وده بيبقى عباره عن بالظبط ان اجيب نقطتين في كل خط. النقطه الاولى معروفه اصلا، لما كيو بتساوي صفر ساعتها الفيكس كوست بتاع الاولانيه بيساوي صفر، عشان ساعتها الحاله الاولى زي ما انت عارف ان هي معتمده بس على الكيو اللي هي بتساوي 0.6 في Q، فساعتها بقى بتساوي صفر. لكن بقى في التانية هتساوي التوتال اف سي. تمام. وبعد كده بقى بتقوم قايل له انا هقوم عامل تعويض مباشر بكيو اكبر من الكيو بتاعت بريك ايفن، اقعد ب 200 الف يا سيدي في كل واحدة من دول وارسم لها سكتش، مش شرط تو سكيل يعني، ووصل ساعتها كل خط لوحده ونقطة التقاطع هي الكيو اي. وساعتها بقى تقول له انهي خط من دول تبع انهي احتمال، وساعتها مثلا تقوم قايل له انك انت لو هتنتج اقل من الكيو اي الاحتمال الفلاني هو اللي احسن، هتنتج اكتر من الكيو اي الاحتمال الفلاني هو اللي احسن. كده خلصنا الحمد لله الفيديو، كده خلصنا المنهج. ولكن اهم حاجه انك انت لو لاقي مشكله في البريك ايفن ارجع لشباتر 2 و3، ولما تخلصهم بحساباتهم افتح شابتر 5.